Buongiorno cari amici ascoltatori in Italia e all'estero. Oggi dibatteremo un problema molto attuale, quello dell'integrazione degli stranieri e in particolare dei marocchini nel nostro paese. Se ne parla tanto, lo so. Però noi partiremo proprio da un fatto concreto e purtroppo molto grave. Un arabo musulmano marocchino d'origine, residente in Veneto, che ha ucciso sua figlia perché frequentava un italiano. Il nome di questo 50 anni, padre di tre figlie, che da 25 anni risiedeva in Italia lavorando. كاينينش الحاقة قالك عامر مش الحكاية عامر من الفيل الحكاية هذه هذا الحبس هذا عنده الحق يهز 400 ديال البشر ماسيمو دابا كاينه تتوصل 800 900 يعني الدوبل يعني عام من هذه القضيه هذه في بلاصه واحد تيولي جوج ولا تيولوا في بعض اللقاط تيوصل ثلاثه تيولي بالنسبه للماكله ناقص بان باش طيب ال 400 ديال البشر ماشي بحال طيب ال 1000 تيولي داكشي زي الدوبل وتيقول نحكوا على الماكله قاعدين نحكوا على الكام نحكوا على الكام راه نحكيو تاع الاريا انا نحكوا ديال 30 عام 30 عام باقي ما حصلت على والو طريق طويله باقا عندي اذا خصني نهرس الحبس خصني نبقى في الشله لاريا الشله لاريا غادي شويه غادي في اي حبس شفت انا درت 15 حبس هو خاص يخدمو خدمه في السوق خدمه مثلا على طول مش خدمه مثلا تاع شهرين تاع ثلاثه شهور باش ما نحسش بالذاك القنضانه ديالي داك الحكم اللي عندي انا ما نحسش بيه كاين اللي تيغلط ويعاود يغلط كيعاود يغلط كاين اللي غلط مره بحال هكا يغرقوه حتى تيخرج كلوسار من تيخرج مسياغ يزيد ينتقم يزيد ينتقم في نفسه كاع تيزاد على نفسه دابا حرموك على والدي العزاز عليه تيموتوا ليا تيبقى ليه فاش يخرج فين غيمشي Sì, prima, com'è la situazione su? Ho capito. Ok. Vabbè. Sabr. Ihtimal. L'importance هو انه واحد ما يخطئش نفس الخطا وناخذ الحوايج بوزيتيف مش نيجاتيف. عشت معكم فيفا واحد البريود ما خليت فيه مشيت معاهم. كثير الناس اللي كيعرف كلهم مخرميزي كلهم حتى من قبل ملي كنت عرفتو عرفت بانهم مخرميزي وعدني باش يصيب لي الوراق وقف معايا دار المقابله خاصني ندير بزاف ديال الحوايج كوميرس انترناسيونال قلبت في الانترنت يعني شفت بزاف ديال المشاكل وكلشي قالت لي لا مابقاش يشرو تحل القانون يعني لوني كبرسون بانت لي انا جارتهم جاتهم لاباس على كلشي دخلت على الدار دخلت باش نشفرها ترى ما خاطر ما عطاتنيش وخرجت من عندها من جهه ما كنفكر في شي حاجه ومن جهه خاصني فلوس باش تصيب الوراق ديك راه اللي بيا هو لان شافني اللي لقيت ملي كنت خارجه من عندها هو شافني قال لي الويكاند غدوزي في مونتوريو قلت لي اللي في جهتك ديرو ما نقدرش نقول سميتو فانا انا خايفه من ان حتى باش نقول شي حاجه على شي اللي غتوصلو هو ولا توصل شحال تولد في عائله واعيين معناها قاريين بابا طبيب وامي مهندسه ملابس علينا ما ينقصنا حتى شيء كي يبدا ما ينقصه حتى شيء في الدنيا حاول باش يفتش شاغش
عمري 18 سنة 19 سنة نمشي ديسكوتيك نبدو هكاك نبدو في استعمالها تستعمل مرة تستعمل مرة ثانية مرة ثالثة كي تشريها تشريها ليك ولصاحبك ديجا أنا وليت نشري ونبيع لشكون نبيع نشري ونبيع لأصحابي ولو أني مانيش رابح فلوس ما فماش الربح ولكن نشري ونبيع وليت تاجر تعجبني الحكاية ملي نشري من عنده ونقول له المرة الجاية تنقص لي شوية خاطرني باش نهز من عندك أكثر باش نعطي لأصحابي وتبدا هكاك أوتوماتيك ناخذ الحكاية نعطي منها لأصحابي أصحابي كانوا ثلاثة ولوا خمسة ولوا ستة ولوا عشرة ولوا 15 ومشت الحكاية هكاك لقيت روحي تاجر ما غير ما نشعر ولت عندك الفلوس ونهبط بها لتونس يشوفوني العباد وتعجبك الحكاية هذيك وانت صغير عندك المرسيدس وإلا التوارق وإلا الهامر وإلا حاجة وإلا البورش وتبدأ الحكاية هكاك دخلت للسجن ما نعرفش السجن ما نعرفش حاجة اسمها سجن أنا عامين ونصف أنا طوى في الحبس ما كنتش نتخيل روحي في النهار اللي بش يولي ندخل للبلاصة ويقول لي بشر امشي غادي إجا منا أعمل هكا وبصبعه معناه يعمل لك وأنت تقول وي 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 ما تقولش نو والديا توفاو كري وكنت انا هو المسؤول ديال الدار العائله جوج كنت ناوي ما كنتش غادي نجي للطاليان ما كانش على بالي غادي نجي للطاليان كنت عندي المستقبل ديالي في المغرب خدام بخير وعلى خير بالعشاء خضره خرجت من المغرب في 90 جيت للطاليان باش ندير المستقبل ديالي من الرباط جيت لوجدة من وجدة جيت لتونس من تونس خديت الطيارة غوزلافيا دخلت للطاليان على مدينة أوديني دخلت ليازولو على حساب نواحي فينيسيا تمك تعاملت مع شي ولاد رحبوا بيا في واحد الدار سكنت معاهم بديت خدام تنبيع ونشري في الكوميرس ديال الحويج خدمت واحد العامين 96 97 في واحد الهوتيل في يازولو واحد 4 سنين ولا 5 سنين صاوبنا الوريقات الحمد لله وليت خدام ريغولا حياه عاديه نورمال بحال المغرب غير كاين واحد شويه الفرق ديال عمل وشغل تحركنا مزيان ولينا خدامين مزيان الحمد لله كنخدم الان واحد الفرصه محتاجه الفلوس ما عنديش مشكل انكو واخا ما قريتش طاليانيه يعني ما عمري ما قريت حتى نهار هنا في طاليان كنتخلص 180 يورو لوتو منين دخلت كانوا بيوت اخرين كيديروا هاد الخدمه تسني درت دومون دو طرافاي تمني درت دومون دو طرافاي بقيت كنتسنى 9 موا باش نخدم بياتي سكوزا انا راه غارديان تكون شني السلام عليكم هانين لاباس كي دايرين
ملي طيب كسفاز وتاكلوا. مرحبا بكم. هاي السلام عليكم. تهلا فروسكم. افتح كدير مع الصحة؟ لاباس؟ الحمد لله بارك الله فيك. كيفاش تعاود؟ كنا نقول بازا خدام؟ اه صافي يا مشيت للمدينة هبطت من الطاكسي كي هبطت السلام لاباس لقيت مع واحد الراجل قال لي الا كان عندك شي زهر غادي تمشي اليوم فين نمشي يا الطاليان انت ولد فلان اي ولد فلان تفاهم قويه كاينه كاين 4 المليون غنعطيك دابا شويه شويه ما عديش راك عارف الوقت والحاله وهذه في العشيه مشيت مع داك الراجل صرفت معاه في دارو كلينه اللي قسم الله خرجنا ديك الليله في الليل الحراق اللي خداني دايرني ولد وقال لي راك انت ولدي سميتك يوسف حقنا الصباليون ثاني ما قال لي حتى واحد السلام عليكم دوزنا في الطوموبيل ديالو ثم يجي ولاد عمي كاين في رابينا تنشوفهم اش تيديروا تيبيعوا يشريوا هازين البيان كيريا البيان كيريا السلعه ديال الوسي تريكويا قوام هازي بيهم خارج انا ندي الفلوس باغي الفلوس وليت نبيع بلايك ها هي سد بلاكه من هنا نبيعها هنا ربح فيها 100 اورو 200 اورو وغادي بحال هكاك شريت طوموبيل كريت الدار زبد دري خويا جا من المغرب هاديك الساعه خدام درت شي ديال الفلوس عطاوني الوراق ملي عطاوني الوراق شديت الطياره مشيت للمغرب النشاط وشي مساط واش يا مالك فوق مالك ملي مشديت كنت هكا هزو الدريات هزو الصراع مشيو قصرو من بعد ضاحكين وا 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 الصباح زيبك صباح خاوي الصحافة جاو داروا فيها بزاف دخلوا فيها الإسلام ودخلوا فيها هادي ودخلوا فيها بزاف تحويج أنا باغي مغينيش نجوجها بكريستيانو أنا ما عنديش غرض بكريستيانو أنا إنسان كي كريستيانو كي مسلمانو كي بحال بحال غير نشوف خصني نشوف لما نعطي بنتي نهار توفات البنت انا راه معروف تفطر لي كله التلفازه كله ما عقلتش شحال درت الهضره اللي قال لي الراجل وهي حتى هي ما عرفتش كيف تقلبت لي في يدي حتى ولات في هذيك المرحله ما كانش حتى 45 جورني 45 يوم فهذيك من هربت لي شهر ونص وانا تنتسنى غدا تجي غدا تجي في الاخر الشهر تجي وليت خدامه في فابريكا نهار غنجي نهار غنجي مشيت ديك القهوة لقيتها حالة وأنا نطلع ناكلو طير طلعت السلام عليكم السلام قلت ليه واحد فلانة بالفلان واش خدامة هنا قال لي هي راه كاينة هنايا تكاوش مع صاحبتها قالت لي لا ماشي مع صاحبتها راه ما صاحبها راه هو ساكن هنا في السونتر راه غيجيو مع الستة صافي هي تقلبت ليا انا هابط هما طالعين وقفت وقفت معاه قد قد درت بانت ليا معاه نزلت قال لي قدم لي راسو قلت لي شوف ما تنعرفكش ماشي ساعه الهضره غنهز نديها معايا للدار وديك الساعه عندك شي حاجه وفي راسك شي حاجه نهضروا انت 34 عام عندك والدري عندها 18 16 عام بيناتها كليتي لها مخها راه ما تجيش ما بغاش تجي تضرب موراش ديتها جاوبني بواحد الطريقه ماشي قال لي نعاونك عليها ونمشيو نديرو نتفاهمو لا قال لي ما انت ما تتشنتراني انت فهاد انا اللي تنتشنتر اي قلت لي انت انا اللي بوا تقريبا واحد ثلث ساعه وانا تندبز معاهم ولا كاين شي حد من جاوبني ديك الجواب صافي فقدت الشعور وما بقاش نعقل اش ندير وتغمضوا لي عيني ما بان لي داك المنصب جيت وقع وقع غلط في المومنتوم ما كاينش شي حاجه اللي هي ماشي انا فكرت فيها في الاول غير هو هرب هي هربت انا تبعت البنت والو مشى ليا كلشي العقل مشى ليا كلشي
ما عقلتش شحال ضربت. توفات ماك هو ضربته، جات ضرب فيا بعصا، ضربته جوج ضربات، ضربته هنايا. لا 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 بصراحة لا شمس منك الحمد لله. الرحمن الرحيم ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. إمام نديرو روسنا فين ما كان شي واحد فقه شويه يقرا يعرف يدير تنجمعو كنصليو مجموعين. الأذان عندنا كنأذنوا اللي عنده أحسن صوت كيأذن. كاين اللي مسكين ما تيعرفش دخل الحبس ما يعرفش حتى الوضوء شنو هو. الحمد لله واحد تيوري واحد. قاري العربيه في البلاد شويه ولكن دابا هنا وليت نقرا القران مزيان الحمد لله نصلي الوقات كاملين. اللي بغى تنديروا يوم الجمعه تنديروا الجمعه اي شي كشو انت دير وحده. الو راه كنت كنمشي للبيبيوتيكا كنت نقلب حل هبيله. ما كاينش قران كاين سور بالطليانيه الصفحات الاول مقطعين وكلشي. انا واخا مسلمه وكلشي ما يمكنش نمشي ناخذ البيبي ونقطعها. لتم طلبت دوما وريس وقال لي خاصني نجيبو ليك من البيبيوتيكا ولا نسول شي دراري الدراري المغاربه العرب اون جينيرال اللي كاينين في جهه اخرى ولا يقدر ياخذوا لي من برا يشري لي من برا. دب دوماندينا دوماندينا ما عطاوش اورتيزاسيون سوبيتو ديش جورني هي فاش هزيت واحد هزيت الكتاب نقولها جمع عندي ما ندير نكتب شي حاجه داكشي اللي حافظه ديال القران كنت كنكتبو. كان التون ديال رمضان ومنها كندوز الوقت ومنها نفس الوقت كنزيد نتشبت في الدين يعني كان واحد البريود اللي انا كنت كانت كريمه ما نسى الدين نسات كلشي. شنو هو اللي عملناه في الدنيا باش يخلينا نقاسوا هكا في العذاب هذا يا رب؟ شنو هو اللي عملناه في الدنيا باش نقاسوا في العذاب هذا؟ هذا تعب هذا تعبنا رانا تعبنا. انا نعيش في رعب وليت نعيش في رعب في البلاصه هذه ما نعرفش انا نعيش في يا ربي تعبت 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 تعبت. في النفس حاجات كثيره في النفس الله واحد المنازل تشبه ساكنيها المنازل مهجوره على غير العاده امشي على غير العادة أمشي على غير العادة أعرف لوفة الأذان أمي تصطنع الحزن وتبكي على أبي الذي غادر وتعربش الحيطان في غياب الأم تظل الأمنيات في البال. من بعد ملي جيت أنا درت فلوس دراري خوت ماما دايرين حتى حاجة في البلاد تما خاصهم يجيو للطاليان باغيين يجيو للطاليان تيبكي وخا يجي للطاليان لا تيسمع الطاليان تيسحب صافي غايجي للزنة غاتفتح له. إيوا الحراك تيبغي الفلوس أنا عندي الفلوس ما بيني هاك الفلوس شحال بغا يدير الفلوس 4 مليون جيب لي فلان نخلصك. جاب لي الدري الصغير جا هنايا ولا يخدم ديتو قلت لي هاد دير هاد دير اختار حياتك هادي الطاليان هو هذا دير اللي بغيت هو هذا ويتعلم ده فينا كاين صغير مشى للخيريه مشى يقرا قلت لي سير تقرا تما وليت مشى ندور معاه مشي بات في الوطيل كل نهار مشي ضامنينو هما هنايا الكومونيطا ديال الطاليان ضامنينو مدورين معاه كل شيء مشي عدو عطاوه الاوراق مشى وقال لي يبغى يعاودوا الاوراق مشيت مع القنصل ديال بولونيا عاودت له الاوراق عاودت له كل شيء صيفطت له المغرب مشى جا ولا تا هو دار البيرمي دار الطوموبيل ما بقاش يعقل عليك يعني هنايا بلاد الحريه كل يدير كيبغى كل تيدير جا الدري الاخر خويا اللي كبار اللي صغار مني تا هو هما زوج صغار جاوز جا تا هو نفس الحاله السلام لاباس ها الطاليان هو هذا كل يعوم بحره كل يدير كيبغى خدم على روحك وحدي راسك وما تعداش على الناس وكينوش بحالك تا هو بدا نفس الحكايه اللي درت انا جا الاخر بحال هكا ولينا كامل هنا علات عندي الدار جا في 2000
الدراري خوتي كامل جاو عندي هنا ولينا بخمسه هنايا خدامين بخير وعلى خير. 2006 طاحوا الدري خو طاحوا الدري خوتي زوج الدري الصغير والدري الكبير طاحوا في رافينا طيحوهم مع زوج كيلو ديال الزطله ولا باس. واحد قال لي ما درا ديالي الاخر الدري الصغير قال لي ما انا راه سايق كبير قال لي ما لا راه ديالي انا راه زايبو سايق ليا شدوا الدري الصغير عطاو 3 سنين وثلاث شهور ديال الحبس الدار والدري الكبير داو الحبس بزاف ديال الحوايج راه خايبه ديال الفلوس وزطله وطوموبيله كلشي مشى انا تقول باقي الراس والصحه والسلامه انا ما رزت معايا شي حاجه انا كلشي دايرو انا راه ندير ثاني نزيد نصالبي راسي الوراق خاصني الوراق الوراق واقفين دافع عن تنزل له باش نبدلهم اوراق باش يعطيهم لي خاص كلشي كونترا هذا خاص قلت اش غندير اش غندير ندبر انا على خدمه كاع نوقعها بديت نقلب نقلب لقيت خدمه دخلت نخدم 2 3 4 مع 9 ديال الصباح صافي عندي المخزن عيطوا لي قالوا كيفاش ديال الخدمه جيت لهم فاش ديال الخدمه شدوني جوج حنا جوج جابوا لي واحد نك واحد منك تيفيل قال لي تمشي معنا الكازيرما علاش قال لي شو تاز داير او دير ما داير والو قال لي لا شو داير خونتي شي حاجه ضربتي شي حد فعلتي قلت له مشي معاك نمشي انا ما داير والو حيدوا لي التليفون حيدوا لي بزطام حيدوا لي كلشي داوني معاهم جيت الكازيرما حطوا لي كل نازل شوتو كونترول قال لي راك درتي في 2005 بعتي وشريتي ودرتي 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 دير المحامي دار المحاميه عدي المحاميه جات المحاميه قالت لي 20 يوم تخرج 20 يوم قالت لي تخرج توجت معاهم قول 11 صح حنا نتسناو في المحكمه ما جاتش المحكمه على من بعد عام جات المحكمه مشينا للمحكمه قالنا غتبرطجوا على 5 سنين بارطاجمين تو غادي تعترف شو بارطاجمين تعترف قول ديالي واه فعلت وتركت ما هضر ما شو ما المحامين تيتقاتلوا مع بعضهم على المحكمه بيناتهم حنا حاضر فلان راه فلان كاين حاضر بحال البودره الحوايج اللي ضروني بزاف انا ما يعني علاش ما فكرش مع عمري ما نجيب ولدي هنا لان ولاد العرب يعني الجينيتور ما كيوريوش الولاد بان لا احنا مسلمين وحنا عرب وخاصك انك تعيش هذه الحياه وخا احنا في اوروبا يعني خاصنا نتبعوا ديننا نو وهذا ما حاجه ما عجبتنيش بروبر ما عجبتنيش هنا في اوروبا طاليان راه ديسكوتيكا زعما ما غاديش يجي واحد يشوف بنتك في الديسكوتيكا غادي يقولها لك راه تدوب تطيح منك 15 كيلو ما تجيش تمني مرضت ماما وعرفنا بان عندها تيمور في لاتر بارتي ديال بولموني كيماستو يعني انا ما تقبلتهاش دروك كان عندي امل بان ماما غتعيش اكثر غنموت انا قبل ما تموت ماما يعني ماما كانت هي كان هذاك المور اللي ما عمرني ما فكرت بان غيجي واحد نمت غيتهرس ولا غيجي واحد نريز وغينقص ولا شي حاجه وبروبري ماما من دون الناس كلهم ماما يعني من ورا مقش بقيت كتعملي حتى شي حاجه نهار 12 واحد تموت ماما نهار 18 غسلتها انا واحد جوج من عيال مغربيات وقفنتها كريمة ماما ما عمرني ما تخيلت بأن غيجي جنان وغنكفن أنا ماما ولا غنغسلها أنا بقيت كتهني حتى شي حاجة بقيت كنفكر في حتى شي حاجة
وغدا ما عندوش لامبورطونس. كنستعمل دروغا، كنشم، كنكمي، ما على باليش، كنشرب. خاصني ديما البيانو اوني جورن. والحياه مابقاش مابقاش عندها داك المعنى كثير ولا كنت كان عندي كيف ما قبل. كنقول لي لا ماما ماتت لي، ما عمر ما كمات، ما عمر ما شربت، وحده كنت متقيه الله، وما عمر ما عدت شي واحد. ما عنديش 51 عام، لوني كبيرسوني كنت كتعطيني كوراج و كمية من برمس تيست سينسا فيري نينتين كامبيون. كنت يا ماما قاصحه بزاف، ثلاثه خوت في الحبس، تتقول كي دايره الوالده كي داير الوالد، الله يحسن العون، ثلاثه في الحبس، واحد حبس دار والرابع اللي وقف عليه هو الرابع حبس دار. اهلا ماما، كيف حالك؟ لاباس عليك؟ بخير الحمد لله. والله لا الحمد لله على كل حال. كي داير انت؟ هانيه. شوفي كوني عندي بخير، انا في الربع عندي الحمد لله، ما بقى قد لي فيه، نحن قراب نخرج ان شاء الله. الله يرزق الصحه والسلام. شغل عندي تقلق غتجيبها في روحي. الحمد لله بقينا صحاح سالمين وفينا لا دار نفكر خا نفكر تنمشي تستغفر الله تقول انا لله وانا راجعون. الصبر مفتاح الفرج. بدلت انا الناس بزاف ديال زوم، بزاف ديال اللعبان، تعاسرت بزاف. حقا سيجي عنده 6 شهور عام تيسكن معاك شويه ويمشي لاخر يجي لاخر يمشي لاخر يجي لاخر يمشي لاخر. تصور روحي محب الزوجة ديالي، أنا ما خليتهاش ناقصة في الدنيا. هي تحبني تقول تحبني، أنا ما نعرفش. تقتل الوحدة. كنت في دارك، كنت مع زوجتك، كنت مع صغارك، كنت كذا، وتلقى روحك وحدك. تلقى روحك في 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 انفيرونمون اللي ما يفهموكش العباد وما تفهمهمش زاد. أول مرة وآخر مرة، هاد المرة زدت فيها 14 عام تاني شحال نزيد فيها؟ 14 عام زدتها ضيعت كل شيء. تا المرة تزوجت بها مشيت بحال هكا. ها ملي مشيت في 2002 مشيت. كانت سنة الله ورسوله، المهم الدار قال لي نزوجوك باش تبات باش دير هادي باش دير هادي. أي قلبت القاه راك عارف المغرب عندنا كيفاش. بقيت بنت الناس زوجت بها درت العاد درت كل شيء. من الفوق تال كماليك ولكن حاسه شكون هو راك عارف عمتك عنده فلوس يقول الحق يتمنى يكون يعيش هذيك اللحظه. تزوجت بالعرس وكل شيء، بقيت عايش معاها معايا في الدار مع الوالدين عايشين كل شيء. تنمشي جيت الخطرات الاربعه هذه الخطره كتاب الله شدوني في الحبس. بقات كتسنى 5 سنين ولا 6 تسنى مشات في 2012. شوف القاسو تفاهم مع مالين الدار، عيط للدار سلام لاباس بخير، قال لي يا مرات كان مشيت كاين هكا راه وقع 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 سوء تفاهم راه تغيرت معنا كاين هكا راه زاد مهارة كاين راه مشات في اللي رداها خوك راه وصل على الطوموبيل هكا. مشات كتبت لي برا وزوج هي اللي هنايا وانا مع ذاك الحق حقدت حقدت. والحبس تيطيح المورال تيرد ديما تيخلي لك عقلية ديالك ناقصة ديما تبقى تفكر بعيد. عيط لي الوالد قال لي راه كاينه كي جابوا لي واحد الورقه المحامي كنفرمي ولا نفرمي. قلت له فرم الذنب بحال درته انا اللي درت لي الذنب حشومه بحالك واحد ما نبغيش حتى واحد فهمت ما نبغيش حتى واحد هذا غير ميساج نقول انا لاي واحد حاول بحال اللي كان يدير بلا ما يبقى يتكرفص على بنات الناس. راه بغيت راه انا راه درت على سنه الله ورسوله. مراتي هذيك رانا زدتها ماشي زدتها باش نلعب ولا نضحك ولكن الطليان ما خلانا نديرو حتى حاجه. الحبس حكم بزاف الحمد لله على كل حال. يجي واحد النهار
الا مكتبش شي غادي يجي في الحياه ما مكتبش بحال خاصني نشوف عائلتي خمس سنين هذه ما شفتهمش بناتي ومرأة قطعهم عليا ماذا بيا يجي يزوروني انا دابا عندهم زيارات عندنا هنا زيارات ثلاث والخميس وعندنا سبت خاص بالدراري اللي عندو ليله تيجيبوهم للجرده وداكشي وشحال من واحد تنشوفو غادي نهار السبت هاز ميريندينات هاز العصير هاز الحلوى هادي وغادي في الحال غادي يشوفو الوليدات ترجع الشله تنبغي تفقس تندندكي دخلت 30 عام للحبس دابا 7 سنين كاين اللي قاتل كاين اللي غير سارق كاين اللي باطل كان معايا واحد في السله شادينو عدو بزاف ديال الرياضه قلت شادينو على حبه عاطينو 9 سنين وجمعوا لي ديال المينور ديال من هنا عام 2002 2001 2003 بعتي درتي فعلتي تركتي بقى يجمعوا لي حتى الاخر حطوا لي 9 سنين كاين اللي غير على واحد على جوج ويسكيات ضرب معايا عامين جوج ويسكيات سرقهم من السوبر ماركت بزاف ديال العزب هنايا معايا واحد مسكين تا هو على مزرع لي مع بنته صدق قاتلها كاين العساس هنا تتمدوا ليه هو اللي مقابل هذا الشيء من بعد تيسالي تيحسب المواس شحال واحد كانوا 10 10 ضروري الحارس تيكونترولي تتسالي بشغلك المواس ديالك تتمدوا ليه نخرج الخمسة متاع الصباح عندي الباب محلول نطلع خدمتي ونمشي نوصل ندور في السجن كيما نحب وراني هذا كل بالثقة ما يخلوك هذا يعملوا لك تجربة بريود متاع تجربة أنا عندي مقص في السجن اللي هو ممنوع وعندي سكينة اللي هي ممنوع سكينة معناها اللي هي ممنوع هذه الحرية في الحرية هي اللي تخلي العباد يثيقوا فيك بالنسبة لي ثقة حرية الثقة في النفس زادة حرية أنا نتصور حرية قبل كل شيء حرية التعبير البشر لازم يكون حر في في إذا كان عندك مشكلة في 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 حياتك تحب تعبر تتكلم تحب كذا لازمك تكون حر مش الحرية كان البشر في شخصه الحرية حتى في في حتى في, في حتى أنت الداخل في نفسك تكون حر بينك بين روحك كما عمري الكل انا محظوظ المره الوحيده اللي ما مشيت ليش دخلت للسجن وفي حياتي كل نتسمى محظوظ بطلعني فورتوناتو ما نعرفش عملت الباتيسوري وخدمت شويه في فرنسا خدمت في 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 نوزول في فرنسا انا نحكي بالحريه برشا ما نعرفش نحكي بالحريه بزاف خطرني هذاك علاش خرجت هذاك السبب اللي خرجت عليه من بلادي ايطاليا تلقى روحك مقيد بون اللي هاجروا كل الجروح مقيدين ما تنجمش ايطاليا صعيبه في اوراق في باش تعمل الاوراق باش تعمل وصلت بمجهودي زاد في السجن وصلت اني ما
ما عنديش شكون يحكم فيا، ما مش يحكم فيا، ما عندناش شكون يعس علينا، شكون نخدموا بالسكينه، نخدموا بالماتريال اللي تشوفوا فيه هذايا. دابا حنا في الحبس، راه الكوربون اللي كاين في الحبس، راه غير الجسد في الحبس، وما قريت راه فين ما بغا، حتى من فيرونا بغيت تمشي تمشيني حتى لميلانو، دوز من فيرونا بريشيا بيرغامو حتى في ميلانو، قدي اللي بغيتي وجي في عقلك وجي، ما قدروش يسجنوا النفس ديال الانسان، النفس راه تروح فين بغات تجي منين بغات. Ma la linea che sta affermando è quella del mio governo. Perché 54? يلا مقلت تبدلت البلاد زيانه تقلت الله اعلم انا ما درت له طرات تاع كلشي بلا ما تتفرج تاي فازي ربع ساعه ولا نص ساعه كينسي بها ينسي بها حياته فين كاين السينما عندنا حنا حسن المغرب عندنا وقول فلوس المغرب عندنا عندك فلوس عايش ما عندكش الفلوس راك مسكين محتاج بزاف راك محن كرفس عزابني انا لهنا من غير غلط فلوس ما منزيش جينا لهنايا على حساب باش تبدل دير الفلوس تبدل المجتمع تمشي للبلاد تعيش لحظات تسري الدار تسري هادي تزوج دير وليدات تعيش هادشي على الزينه حنا كثرنا هنايا اكثر تسترانا هنا لا دابا حنا انا فزيت في 90 كان عالم اخر فزيت في 90 كان عالم اخر هنا كانوا يستقبلونا يحبونا كان بال خضره تكون عندك على حاجه بحال هكا قاعد قدام هذا واحد الدار مساك دو شي شي مرا كبيره ديال الطاليانيه تزبد من جيبها 4000 ولا 10000 تمد عليك يا تي راه ما بغيت نقول لك هاك تفضل زيد دابا ولا يشوفوك الضرب كرهناهم حنا حنا شعب ماشي كلشي فينا وفينا كاين اللي يبغي يمد ليه صبع تدي ليه يدو كاين اللي تيتعاون معاك ما طارين ما عندوش المستقبل تنشوف من معينة تيشوفري طالياني تيشوفري كنت نحكم في اللي نخدم معاهم الكل كنت نحس روحي عندي سلطة أنا خاطر الدومين هذا أكثر ما تكون أنت قوي تكون السلطة متاعك أكثر الكلمتك ما تطيحش كلمتك تولي كالسيف الكابيتال يقويك حتى مع العباد اللي تخدم معاهم أنا لو أعطتني الفرصة أنا نعمل اللي عملت نفس الشيء خاطرني ما نندمش عليه خاطرني حياتي عشت حياتي أنا عرشت أنا 17 سنة نخلص عليها 5 سنين وبنيت مستقبلي وبنيت حياتي ما نعرفش أنا نتصورها هكذا أنا قرايتي قريتها صنعتي عندي كل شيء معناها في داري ما نحشمش مع صغاري ما نحشمش أنا قريت على روحي دخلت للسجن غلط هادوك اللي كيجلسوا فوق الكراسة ما كيوصلوش داكشي اللي باغي الشعب الملك ولا حتى دوك اللي تحت من الملك ولكن علاش حنا كنعيشوا في الجوع وكنعيشوا في النقم وكيمشيو يهاجروا لبلادات اخرين وكيموتوا الناس وكاين كلشي في بلاداتنا يعني هاد السؤال ديما كنطرحو على نفسي وما كنلقاش ليه جواب علاش انا الا عطيتك اللحه المدنيه وطلبت منك لي زيستري اذا انت ما خاصكش تطلب مني ديتشيا ولا باش تعطيني كمانش باش تعطيني لي زيستري يعني غراتي نور باش كيتو لافوري يعني في الاخر شي شهر ديك الشهريه كتاخذ على قبل الناس على قبل الشعب لان يعني المغرب خاصو حتى خير عنده الصيد البحري عنده الفلاحه عنده الشباب عنده كل شيء عنده الجو المناخي اللي ما يمكنش اي بلاد كتمناه
الا عاودت واش واحد اخر كيقول لك وعلاش مي بلادكم زوينه لهاد الدرجه علاش كتجيو لاوروبا؟ انا داكشي اللي بغيت وداكشي باش نعيش انا عيشه نورمال ما لقيتوش في بلادي. لا كيقول لك حتى مش ما كيهرب من دار الفرح. اللي صار لي في بلادي في تونس ما يصيرش على بشر تونسي، ما يصيرش على تونسي. احنا ندخلوا في العمله الصعبه لبلادنا وندخلوا في الـ في الـ في الـ انا السياسه وكل شيء في تونس انا ما نتبعوش في الاخر ما نتمتعوش بحقوقنا في تونس. ما الوطن هو الوطن هو تراب متاع بلادي. انا ما يتقارنش فرحات حشاد والحبيب بورقيبه بزين العابدين بن علي. هادي ما الله ينشر شيدنا، هادي تشاور ديالنا احنا ويا بعاد هو في عالم احنا في عالم. السياسه خليها وحده، هذيك السياسه راه تهضر لياش على السياسه. اش بينا وبين السياسه يعني؟ دوله وحده وحنا وحدنا، هي بعيده وحنا بعاد. حنا ملي كنمشيو يتعاملوا معنا ذاك المعامله نتعاملوا معاهم، عارفين بلادنا كيفاش دايره، تنعيشوا حرار الحمد لله. أوروبي في دولة ما نعرفش، الأوروبيين في دولتنا ما ينسوهمش، بلادهم ما تنساهمش، بلادهم ما تنساهمش. هنا ما يخمم فيك حد، ما يتلفت لك حد، ما يتلفت لك حد. غلطت تخلص وتخلص خلاص، أكثر من اللي يلزم تخلصه. ما فماش قانون، معناها غريب ماكش بولد بلادهم ماكش كذا. هذا الواقع، هذا الواقع. يلوحوك في البلاصه هذه، خليه غادي، خليه في الرف. البهزه صلاح، كيفك يا البهزه؟ بار فابور البهزه. وفينك يا صاحبي؟ وازي وازي اللعبه الاخرى معاك، كي داير؟ الله يحفظك استاذ عود. انا عبد الله. واش تقرب شويه ولا مازال؟ قرب ان شاء الله. وانت حديد انت تدخل؟ انا قالوا لي 2019. 2019؟ ما بقى قد ما فات. ما بقى قد ما فات. ما تحسمش. ضربت لي كثير ما بقى لا قريب. كاع المحامدين بحال. لا كلشي شوف فوالا، اش غادي؟ محامدش كيقرا. كيقرا باش يشوف فوالا وصافي. هذاك الشيء اللي كاين. حافظ ما يتغيرش. حافظ ما يتغيرش، ما بالطبع لا يتغير. بريما ديتو. ما اللي يتغير هو كيفاش تشوف الدنيا. سجني علمك المواضيع، علمك العمل. احنا نسينا العمل عندنا في ايطاليا. هذه المهاجرين ينسوا العمل، يخرجوا من بلادهم على العمل وينسوا العمل. نخرجوا نسيبوا بلادنا، نسيبوا الناس الغاليه في البلاد ونجوا نفتشوا على العمل. ما ننسى العمل، ما نخدموش. انا غلط نطلب ربي يسمح لي ونتخلص، والله يا ربي يفك علينا ويخفف علينا مع صحابه هادشي اللي نطلب. سلموا لي على الوالده ان شاء الله هذا حد الباس. ايه بلغ السلام للماروكو كامل، راه توحشناها بزاف. طلب ربي نجيو في اقرب وقت. سيبو راقية، اول ما نشدهم كنشدهم من الكوستور من هنا لاجونس دو فواياج، نمشي نشوف ماما قبرها، نمشي نشوف ولدي. يعني اول حوايج غنديرها. غنتلاقاو في مراكش ان شاء الله. ان شاء الله والله. تعبتي من حمل ثقلي، تعبتي من يداي، من عيناي، من ظلي. كلماتي كانت نار بركان، كلماتي كانت بئرا عميق،
داخل قوس قزح بدون ألوان. يوما سيأتي ثم يومان، عندها تحسي داخلك بأثار خطواتي يبتعدون، وذلك الحمل هو الأعظم. Sostiene che l'Italia dovrebbe accogliere.